واحد أمين. تحل علينا نعمته وتدوم فينا بركته من الآن وإلى الأبد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. عدى أسبوعين من الصوم، عرفتوا أن الصوم ده بيجري زي الهوى؟ مين فيكم لسه ما صامش لغاية دلوقتي؟ ما حدش يرفع إيده. بس اللي ما صامش لغاية دلوقتي عامل زي الداخل على الكورونا والفيروس منتشر مش عايز ياخد دواء. تقدر جسمك يقاوم خلاص براحتك، بس الصوم والصلاة دول عاملين زي الدواء اللي بيشفينا من ايه؟ من الكورونا، كورونا الروحية طبعا، من الخطية، من التجربة. ربنا يقولونا ايه؟ صلوا واسهروا لألا تدخلوا في تجربة. والصلاة والصوم ده سلاح قوي جدا، دواء حلو خالص يخلينا نشفى من الخطية ونشفى من التجربة. والحقيقة التجربة موجودة من زمان خالص، من أيام ما آدم وحواء كانوا موجودين على الأرض. بس آدم وحواء ما نجحوش في التجربة، مع أن التجربة كانت سهلة وبسيطة. آدم وحواء أكلوا من الشجرة فسقطوا. آدم الأول وقع في الخطية وأوقع المسكونة كلها في الخطية. فجه آدم الثاني اللي هو مين؟ السيد المسيح، يقمنا من هذه الخطية، يرجعنا تاني لحضنه، يدخلنا السماء اللي اضطردنا منها، يخلينا نعيش الحياة الأبدية بدل ما يتحكم علينا إيه؟ بالموت. هو قال كده، من يأكل من هذه الشجرة يحصل إيه؟ موتا يموت. فالسيد المسيح له المجد، ومات على عود الصليب من أجل أن كل واحد فينا يكون ليه نصيبه معاه في الفردوس. ونيجي كده في العهد القديم نشوف قصة خروج بني إسرائيل من مصر، لما ربنا شق البحر الأحمر وعدوا في وسط البحر. ده رمز للمعمودية اللي احنا بنتعمدها في العهد الجديد. ورحلتهم في البرية في الأربعين سنة كانت مليانة تجارب، زي بالظبط رحلتنا على الأرض هي مليانة إيه؟ بالتجارب. بس للأسف بني إسرائيل في العهد القديم التجارب كانت بتوقعهم، كانوا بيسقطوا على طول. للأسف شعب بني إسرائيل دايما كان بيسقط في المعصية، وكان دايما ربنا يزعل على أن الشعب مش واثق في ربنا، مش سامع كلمة ربنا، مش حافظها في قلبه وما بيعملش بيها. سيد المسيح النهاردة في إنجيل هذا الصباح، هو فصل إنجيل معلمنا مرتا الإصحاح الرابع، شبهنا في كل شيء ما خلى الخطية وحدها. حتى التجربة سيد المسيح سمح إن هو يجرب، لأنه فيما هو مجرب يقدر أن يعين مين؟ المجربين. بس اتجرب إمتى؟ اتجرب بعد ما صام 40 يوم و40 ليلة. فلما صام 40 يوم و40 ليلة قدر يقاوم التجربة ويطلع منها بسلام. هو السيد المسيح كان محتاج يصوم؟ السيد المسيح كان محتاج يختتن؟ العذراء مريم كانت محتاجة تقدم فرخي حمام ذبيحة وقت الختان، وقت تقديمه للهيكل؟ لا، لكن السيد المسيح كان بيكمل كل بر. هو نزل وأخذ شكل جسدنا على الأرض بيتمم كل بر. هو اتختن وتعمد وصام عنا وكان بيصلي، حتى سمح للشيطان ان هو يجربه. والحقيقة الشيطان مش سايب حد، بيجرب الكل. الشيطان مش سايب حد، يقول عنه ايه؟ ان هو قاعد كده كأسد زائر ملتمسا من يفترسه. ده معناها ايه؟ معناها ان كل واحد فينا لازم ياخد باله، يبقى مصحصح لنفسه، لان بمنتهى البساطة ممكن الشيطان يوقعه في الخطية. يوقعه في الخطية يعني يموته. الخطية يعني ايه؟ موت. والتوبة يعني قيامة من الموت. بس ناخد بالنا من الشيطان وحيله. بطرس الرسول في رسالته الأولى يقول إيه؟ اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان. ومعلمنا يعقوب في رسالته يقول إيه؟
تقاوموا إبليس فيهرب منكم. أنت خايف من التجربة؟ خايف لحسن ما تقدرش تقاوم التجربة؟ يبقى لازم تبتدي أنت تقاوم إبليس وحيله وأفكاره وطرقه. طب أقوم إزاي حيل إبليس وأفكاره وطرقه؟ أول حاجة أنا ضعيف، أنا لو سبت إيد أبويا هيجي الشيطان يفترسني لأن أنا ضعيف وغلبان. يبقى مصدر قوتي دايما في المسيح، يبقى أمسك دايما في إيد المسيح، أقرب منه، أتحد بيه من خلال إيه؟ جسده ودمه. ده مصدر قوة بالنسبة لي. لو أنا اعتمدت على نفسي، على قدراتي، على قداستي، على صلاتي، على طول الشيطان يوقعني. لكن دايما اعتمد على قوة المسيح، على الصلاة، على الصوم. الصوم ده يديني ايه؟ معونة. الصوم والصلاة ده انتيبيوتيك قوي جدا، يقدر على الخطية ويقدر على التجربة. احنا بنسمع ابونا في القداس في وقت الاسم يقول ايه؟ الصوم والصلاة هما اللي ايه؟ يخرجوا شياطين، هما اللي نجوا دانيال من جب الاسود. الصوم والصلاة هو اللي خلوا ربنا يقبل توبة اهل نينوى ويرحمهم بعد ما كان هيقلب المدينة ويحرقها. الصوم والصلاة لها مفعول السحر، والصوم والصلاة تخلي ربنا يسند وقت التجربة. هو قال كده: لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. أصل في أنواعين من التجربة. في تجربة أنا بوقع نفسي فيها، دي بنسميها خطية. وفي تجارب الشيطان بيوقعني فيها، أنا أتصلي كل يوم وأقول له إيه؟ ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. سواء كانت التجربة اللي الشيطان بيوقعني فيها أو التجارب اللي أنا بوقع نفسي فيها، ملهاش غير حل واحد، هما إيه؟ الصوم والصلاة. فترة الصوم دي هدية من الكنيسة تقدمها لنا عشان كل واحد فينا يشبع بربنا، ياخد قوة من ربنا فيقدر يقاوم تجارب الشيطان. الحقيقة قراءات الصوم الكبير كلها تركز على موضوع التجربة، من أول حد الاستعداد أو حد الكنوز لغاية جمعة ختام الصوم. المحور الأساسي للصوم الكبير هو التجربة، هو النهاردة حد التجربة. نيجي نلاقي الحد الأول، حد الأسبوع الاستعداد أو حد الكنوز، نلاقي الكنيسة تقول لنا إيه؟ اكنزوا ليكوا كنوز فين؟ في السماء. إيه هي الكنوز دي؟ فضائل، أعمال، رحمة، محبة، هي دي الكنوز اللي نكنزها في السماء. يعني لو عرفت أسمع كلام ربنا وأعمل بيه، هعرف في الأسبوع التاني أتغلب على إيه؟ على التجربة. طب الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع حد إيه؟ الابن الضال والسامرية. دول بيمثلوا الإنسان الضعيف اللي ما قدرش يقاوم التجربة فوقع، الخطية وقعته. طب دول يهلكوا؟ ربنا ما يسمحش. من خلال توبتهم لما يقوموا من الخطية، ربنا يكون فاتح دراعات ومستقبلهم زي الابن الضال كده. الابن الضال احنا كلنا عارفين قصته كويس قوي، بس متخيلين الابن الضال ده في يوم من الايام راح لابوه قال له: انا مش عايزك، انت ما تفرقش معايا في حاجة، انت بالنسبة لي ميت، انا مش عايز منك حاجة غير فلوسي، حقي، ميراثي، انما انت انا هعتبرك ميت. تخيلوا شعور هذا الاب، ومع ذلك ادى الفلوس لابنه. ومع ذلك لما ابنه قرر ان هو يتوب ويرجع، عمل فيه ايه؟ استقبله بالاحضان، جري عليه، لان هو الاب واحنا كلنا ولاد المسيح وبيعاملنا كاب سماوي. يبقى لو نسقط في الخطيه زي الابن الضال او زي السامريه، يجي المسيح يرفعنا. يجي المسيح ايه؟ يقول لنا: معلش، انتوا ضعاف، الخطية وقعتكم، التوبة تقومكم.
مش انت رجعت لي؟ تعالى ادخل ليك نصيب معايا في الفردوس. الحد الثالث والرابع الانسان اللي بيقع في الخطيه بسبب الضعف. الحد الخامس والسادس اللي هو المخلع والمولود اعمى. لما الخطيه تزيد تقعد فتره طويله فتبقى مأثره على اعماقي، مش قادر اطلع من الخطيه، مش قادر اتوب. التجربه اثرت عليا جامد. طب يا رب الحل؟ ربنا يتدخل برضه. اذا كان الابن الضال هو اللي رجع لأبوه السماوي، وإذا كانت السامرية قبلت الكلام بتاع السيد المسيح، فالمولود أعمى والمخلع المسيح يروح لهم لغاية عندهم. بقى أنت قاعد بقالك 38 سنة مش قادر تقوم، أنا جيلك لغاية عندك أقومك. المولود أعمى ما عندوش عينين أساسا يشوف بيها ربنا، أخلق لك عين جديدة تشوف بيها النعمة، تشوف بيها السماء. هو انتوا عارفين ان السماء اللي احنا رايحين لها دي ربنا جهزها لنا واعدها لينا من قبل تأسيس العالم؟ يعني الانسان اتخلق انهي يوم في الخليقة؟ اليوم السادس. تخيلوا بقى ان ربنا كان مجهز لنا السماء من قبل تأسيس العالم، عايزنا نكون معاه. مشوارنا الطبيعي يوصلنا للسماء، ده الطريق الطبيعي اللي ربنا رسمه لكل واحد فينا، ان هو يوصل فين؟ يوصل السماء. انما الطريق اللي مش طبيعي نروح فين بعد عنكم بعد الشر؟ جحيم، المكان المعد لابليس وايه وعوانه. النهارده في قراءات القداس ناقل الكنيسه تفتح علينا شويه عن حاجات الشيطان بيجربنا بيها. نلاقي في انجيل عشية بيقول ايه؟ للوقت اخرجه الروح الى البرية، وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان، لانه فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. يعني ما تخافوش، مش المسيح اتجرب هيسندكم. ده أول حاجة في القرايات النهاردة، إنجيل عشية. ندخل على إنجيل باكر وإنجيل القداس، الاتنين بيكلمونا عن التجربة نفسها اللي ممكن نتعرض ليها في حياتنا، اللي هي تقريبا ليها ثلاث صور: شهوة الجسد، شهوة العيون وتعظم المعيشة، والشك في ربنا. يعني مش عارفين نثق في ربنا، مش عارفين نؤمن به إيمان قوي، ودي دايما مشاكلنا مع ربنا. الجسد ياخدنا لتحت نضعف، العين توقعنا نقع، إيماننا ضعيف مش عارفين نتكل على ربنا. والحقيقة السيد المسيح لما صام 40 يوم يكتب كده الإنجيل فجاعة أخيرا، بس يقول لنا إيه؟ أنت جعان؟ جسمك ليه احتياجات؟ بس ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. يعني انت ما تفكرش بس في الشبع الجسدي. ليه دايما نقعد نفكر في احتياجات الجسد بس؟ محتاجين ناكل ايه؟ نلبس ايه؟ نعمل ايه؟ حد فيكم بيفكر في احتياجاته الروحية زي ما بنفكر في احتياجات الجسد؟ حد فيكم بيفكر في الحاجات اللي توصل للسماء بدل ما احنا بنفكر في الحاجات اللي هتروح في الأرض؟ يا ريت كلنا نهتم بحياتنا الأبدية وما نفكرش في الجسد كتير. طب نحلها ازاي؟ في الموعظة على الجبل السيد المسيح يقول ايه؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. دي الحاجة اللي تشبعني بقى. لما اجي ادور على الفضيلة، لما اجي ادور على نقاوة القلب، لما احب اكون انسان بار، اسمع كلمة ربنا وربنا يفرح بيا، أشبع من جوايا. لا يفرق معايا أكل، ولا يفرق معايا لبس، ولا يفرق معايا مستوى معيشي، ولا يفرق معايا سلطة، كل ده ما يفرقش معايا. ليه؟ عشان أنا ابتديت أشبع من جوا، كلمة ربنا ابتدت تشبعني، عمل الله أشوفه أحس بيه. أنا كنت زمان مش شايفه، مش حاسس بيه، ما كنتش بشوف غير الحاجات الأمور الظاهرة اللي قدامي: لبس، أكل، فلوس، غنى،
مركز، لكن لما أشبع بربنا وبكلمة ربنا أشوف الحاجات الحقيقية بقى، أشوف الذهب ذهب مش الحاجات الفلسو اللي بتلمع. طيب دي التجربة الأولى. التجربة الثانية شهوة العيون وتعظم المعيشة. وشهوة العيون دي اللي وقعت أمنا حواء في الخطية. يقول كده: فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهية للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. العين دي عضو مهم جدا في جسمك، يا تشوف السماء وعينك على السماء وباصص لفوق، يا تشوف الأرض وتبقى عينك على الأرض وتقع في الأرض. العين مهمة جدا. في إنجيل معلمنا متى رب يسوع المسيح يقول لنا إيه؟ سراج الجسد هو العين، كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. يا ترى أنت شايف الدنيا دي إزاي؟ يا ترى أنت شايف أخطاء الآخرين عمال تدينهم، ولا أنت شايف خطايا نفسك؟ عينك دي شايفة إيه؟ شايفة فضائل الآخرين ونفسك تبقى زيهم، ولا عينك مش شايفة غير الغلطات والأخطاء والسقطات بتاعت الناس؟ عينك بتبص على إيه؟ بص على الفضيلة وبص على المذبح، ولا بص على اللي جنبك واللي قدامك واللي وراكي والشنطة دي حلوة عينك بصص على إيه؟ عينك بص على الملكوت، فنفسك تكون في المكان اللي فيه الأبرار والقديسين، ولا عينك بص على الشريه اللي في هنا نفسك يبقى عندك ونفسك ونفسك ونفسك. الكنيسة كل يوم تقول لنا إيه في القداس بعد ما الشماس يقرأ الكاثوليكون؟ يقول لنا: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، أما الذي يصنع إرادة الله فهذا يثبت إلى الأبد. حياتنا دي كلها عاملة زي البخار. تخيل كده أنت بتدخل المطبخ تفتح الحلة تلاقي فيه شوية بخار طلعوا، بيروحوا فين؟ يظهر قليلا ثم يضمحل. طب أنا حياتي 120 سنة على الأرض، أنا عيلة معمرة، يقول لك حتى لو 669 سنة برضه هي عاملة زي البخار، يظهر قليلا ثم يضمحل. اللي بقي لنا حياتنا الأبدية اللي نهتم بيها، اللي ندور عليها، اللي نسيب أي حاجة عشان خاطرها. عندي مشكلة مع أخويا بسبب فلوس، بسبب ورث، مش عايزه، أنا عايز الحياة الأبدية. أنا عيني على السماء. وإحنا هننسى الأنبا بولا أول السواح كان عنده مشكلة مع أخوه، رايحين عند القاضي عشان يشتكيه، لقى واحد معدي ميت في الطريق، قعد يفكر الأنبا بولا: طب ما إحنا آخرتنا إيه؟ مش هناخد معنا حاجة، أنا أروح أقف قدام القاضي واشتكي أخويا عشان شوية فلوس؟ راح ساب أخوه وساب حقه وبقى الأنبا بولا أول السواح. حد يعرف أخوه ده اسمه إيه؟ عايش فين؟ عمل إيه؟ ولا ندرى بيه، بس نعرف كلنا مين الأنبا بولا اللي كسب السماء واللي علمنا النهاردة إن إحنا نبص للسماء. تالت حاجة وتالت تجربة كلنا بنقع فيها ثقتنا في ربنا، وللأسف إحنا دلوقتي بقت ثقتنا في ربنا ضعيفة خالص. محدش عنده الثقة في ربنا إن هو يسلم له حياته، يسلم مشيئته لربنا، نقول له: يا رب لتكن مشيئتك مش مشيئتي أنا. مين فينا يسلم دفة حياته لربنا يقول له: يا رب أنت تحكم في حياتي؟ مين فينا بيعمل كده؟ بطرس الرسول لما كان عنده إيمان عرف يمشي على المية، المسيح قال له: تعالى امشي على المية، كان عنده إيمان وثق في كلمة ربنا، كان فيه ثقة. بس لما بص للموج العالي حواليه ابتدى إيمانه يضعف لغاية لما إيه؟ وقع في المية كان هيغرق. ربنا يقول لنا: لماذا شككت يا ضعيف الإيمان؟ هو أنا سبتكم بارح؟ أنتوا ناسين لما خرجتكم من أرض مصر؟ أنتوا ناسين لما شقيت البحر الأحمر؟ أنتوا ناسين لما خرجت دانيال من جب الأسود؟ أنتوا ناسين لما كنت مع التالت فتية في أتون النار؟ أنتوا ناسين ناسين ناسين. المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد.
إن كنا كل يوم بنصلي ونقول له يا رب لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، اوعى تفتح قلبك للشر، اوعى تفتح قلبك للتجربة، اوعى الشر لما يجي لك تقاومه بالشر، لا تقاوم الشر بإيه؟ بالخير. تقاوم الشيطان لأنه قاعد كأسد زائر مستني اللحظة اللي يوقعك فيها. ده السيد المسيح اتجرب في مكان مقدس على جناح الهيكل. الشيطان ممكن يجربنا في الأماكن المقدسة في الكنيسة أو في الهيكل. الشيطان شاطر، الشيطان شاطر. اوعى كل واحد فيكم يبقى خايب ويسيب ذهنه وقلبه للشيطان. نصلي كلنا، نتضرع في الصوم ان فعلا ربنا لا يدخلنا في تجربة، وانه ينجينا من الشرير ويدينا حياة التوبة والاستعداد، ويخلي عينينا دايما بصة لفوق ناحية السماء. بإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد، أمين. ابني وتتكن في قوي ماري جابك ران ماري سينجتك بطور جبك بيوش عيني جبيوت نم بشيرين ببنى وما اسقوا بتتري يا سجي كبون مستنتي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله.